البعض من الناس أو من الموظفين يأخذ سلفيات من هذه الشركة ليتم خصمها منه بنظام التقسيط ليذهب بها إلى الحج، فما رأي الشرع في نظركم في هذا الأمر؟ يعني يتسلف منها؟ من الشركة نعم ويخصم بنظام التقسيط. الذي أرى أن لا يفعل، لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين، فكيف إذا استدان ليحج؟ فلا أرى أن يستدين ليحج، لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه، والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه دينا لا يدري لعله لا يقضيه، ربما يموت قبل أن يستحق هذا المبلغ الذي استدانه. نعم، جزاكم الله خيرا.